بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلمك علينا. كل سنة وانتم طيبين، إن شاء الله عام سعيد وجميل وعمر مديد وأيام كلها تفاؤل وسعادة وأحلامنا حلوة إن شاء الله اللي كلها هتتحقق بإذن الله تعالى. النهاردة هنتكلم عن رؤية الأيام والشهور والتوقيتات والمناسبات والأعياد. كتير قوي لما بيسألوا أنا حلمت إن أنا ماشية يوم السبت، يوم السبت أو حلمت بيوم السبت، وفي حد قال لي هقابلك يوم التلات، وبعدين حد تاني يقول لك أنا حلمت بيوم الخميس، وبعدين تيجي ست جميلة تقول لك أنا حلمت بيوم العيد وكانت الدنيا زحمة قوي. طب هو العيد الصغير ولا العيد الكبير؟ عيد الفطر المبارك ولا عيد الأضحى المبارك؟ طب كنت حلمتي في عيد الفطر بإيه؟ وشفت مميزات أو علامات عيد الفطر في أيام أخرى، هل هو نفس التفسير اللي بشوفه لو شفتها في الحلم؟ يعني أنا لو شفت الكحك والبسكوت والكنافة والقطايف وكل الحاجات اللي ليها مناسبات معينة في أيام معينة شفتها في أيام عادية جدا، هل ليها نفس التفسير ولا ليها تفسير آخر؟ هو ده موضوع حلقتنا النهاردة. وفي جزء تاني من الحلقة إن شاء الله على آخر الحلقة هنتكلم عن أبراجنا وتوقعاتنا أو بعض النصائح السريعة لكل برج على مدار 2021. وإن شاء الله بإذن الله هيكون لنا يعني تليفونات معاكم، وكل واحد فيكم ممكن يقول البرج بتاعه سريعا. بس هناخد الأول التليفون اللي جاي. أم مصطفى من اسكندرية، ألو. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، ازيك؟ الله يخليكي، كل سنة وانت طيب. وانت طيبة، اتفضلي. لو سمحت، يعني من كام يوم كده حلمت ان انا يعني كنت صاحية، طلعت البلكونة فلقيت غيمتين، غيمة لونها رمادي كده وغيمة سودة خالص. تمام. فبعدين الغيمة السودة دي بصيت لقيتها كده فتحت وطلع منها زي طاقة نور كده، فقعدت مسكت في جوزي كده وقعدت اقول الله نور السماوات والارض، الله نور السماوات والارض، وبعدين صحيت. تمام، خلص الحلم؟ خلص. وحضرتك انا برج الميزان. ماشي يا ام مصطفى، شكرا. شكرا. العفو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الغمامات والغيوم دي لو متابعة من مصطفى هتلاقي ان ده كان موضوع حلقتنا من حلقتين ثلاثة كده لورا. طيب الغمام في المنام هو يعني لما صاحب الرؤية يشوف غمامة او يشوف يعني الدنيا مغيمة شوية، ده معناه بعض الضيق او بعض المشاكل الصغيرة، او قد يكون ضائقة مالية يعني بيمر بيها صاحب الرؤية، لكن الحمد لله اتفتح منها طاقة نور وهي بتقول الله نور السماوات والارض. الله نور السماوات والارض على فكرة من الايات اللي بتدل على الفرج، من الآيات اللي بتدل على الفرج، فأبشري بالفرج يا أم مصطفى. وغالبا الحلم يعني كان بشرة خير ليكي إن شاء الله، بإن الضائقة أو المشكلة اللي أنت بتمر بيها هتعدي إن شاء الله سريعا. برج الميزان، تابعينا آخر الحلقة واسمعي التوصية بتاعته. نرجع للأيام والأسابيع والشهور، هنبتدي بيوم السبت. لو حد من يعني حد من اللي بيحلم شاف يوم السبت في المنام، ده بيدل على ايه؟ يوم السبت بيدل على ان صاحب الرؤية رجل صاحب خير. يوم السبت بيدل على ان صاحب الرؤية او على ان في يوم رؤية يوم السبت بتدل على الخير وعلى العطاء. ودايما لما بيشوف حلم يقول لك انا حلمت انه كان في يوم السبت، انا كنت ماشي في جنينه او انا كنت رايح مشوار يوم السبت، يبقى انتظر خير قريب، لان يوم السبت هو بدايه الاسبوع، فيبقى الخير الدال على الرؤيه دي خير قريب جدا. عندنا ثلاث ايام في الاسبوع لو شفتهم في المنام بيدلوا على خير وبيدلوا على بشرى وبيدلوا على اي على سعاده، يعني يوم السبت ويوم الاثنين ويوم الخميس، ثلاث ايام لو رأيتهم في المنام تستبشر خير وتنتظر بشرة سعيدة إن شاء الله. طيب ناخد معانا تليفون. ألو. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت، أنا حلمت إحنا عندنا هنا نهر النيل، حلمت اللي هو مية جميلة جدا، والمية وفي بلاط كده في المية، والمية جميلة وأنا ماشية فيها أنا وواحد اسمه ياسر، فياسر دوت واحد جارنا. تمام. فبيقول لي دوري على حجرة، الحجرة ديت زي الطوبة، اللي هيلاقيها هياخد فلوس. هي الميه دي كانت فين معلش؟ في نهر النيل. نهر النيل. انت حلمتي انك ماشيه جوه النهر؟
ماشي على الشط بتاع النهر، بس الميه جميله ورايقه وشكلها حلو، حلو. وفي بلاط يعني متبلط. تمام كملي وبعدين. فقال لي دوري على حجره كده، لو لقيت الحجره ديت انت هتاخدي فلوس. فكنت ماشيه في الميه ادور على الحجره فمش لاقيها، ففي الاخر لقيت واحده اتنين برضو من بلدنا نعرفهم، واحده اسمها بشرى وواحده اسمها امل. ما شاء الله. فلقيت لقيت الطوبه ديت يعني زي الطوبه كده محطوطه في ريحهم جنبهم، هم برضو واقفين في الميه. فانا خدتها فقالوا لي ايه ده احنا اللي لاقيينها في الاول، فقالوا لي احنا هنقسموها علينا احنا الثلاثه. فاحنا واحنا ماشيين عدينا على ورشه طوب، الورشه دي اصلا على نهر النيل عندنا برضو. ففي واحد داري اصلا ان هو يناغيني يعني، فبيقول لي قاعد يناغيني يعني. فانا قلت له ايه انا بتمنى السنه ديت في سنه 2021 ان ربنا يطلعني يعني، بهزر معاه ان اخرج من البلد اللي انا فيها من كفر عثمان يعني. طيب وخلص الحلم كده؟ وخلص الحلم. في حلم تاني لو سمحت. لا معلش عشان وقت الحلقه، خلي الحلم خليه المره الجايه. خدي بقى تفسير الحلم ده. اولا ما شاء الله انت عندك تيسير امر بعد عسر، انت يعني بتمري او كنت بتمري قبل الرؤيه دي او الله اعلم. المهم ان انت عندك مشكله، انت عندك مشكله، المشكله دي ربنا بيبشرك فيها انها بمجرد زوال المشكله دي، مش وجود الطوبه بقى، بمجرد زوال المشكله او العثور عليها او ان حضرتك تعترفي بيها او تخلصيها. المهم ان انت عندك مشكله، بمجرد ما هتخلص، اولا ربنا بيبشرك انها هتخلص بيسر، هتخلص بتيسير، مش هتخلص بمشاكل ولا حاجة. وعندك بشرة وأمل، بشراتك وآمالك، بشراتك وآمالك اللي هي أصلا مجرد أحلام رايحة بيها عند بتاع الطوب يا ست ولاء أو أم ولاء. بصي أنت عندك مشكلة، المشكلة دي بطلي يعني تخليه بأحلامك وآمالك وتصرفاتك إنها تكبر، هتكبر ماشي، لأنها مجرد أحلام. لكن أنت عندك يسر وعندك خير لو فضلتي مستمره دايركت كده ماشيه عدل، امشي عدل يحتار عدوك فيك، هتلاقي الدنيا اتبشرت وبقت زي الفل. تمام؟ لكن يعني كون ان انت تاخدي الطوبه وتروحي لبتاع طوب، انت كده بتزودي الدنيا، يعني حاولي تستفتي قلبك قبل ما تاخدي اي قرار في حياتك يا ست ولاء. عندنا ام احمد من الفيوم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام يا ست ام احمد، ازيك؟ الله يسلمك. اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ليت امبارح بس عايزه اسمع الرؤيه بعد ما اقفل معاك، معلش. اتفضلي. انا اول مش بنجب، ما معيش اولاد. تمام ماشي. سني 67 57 56. طب اتفضلي ست ام احمد سريعا بس. ماشي. فليت امبارح ان انا قاعده على سطح بتاع البتاويه القديم، ولقيت في حمامه مطلع ثلاث حمامات صغيرين وانا طالعه اكلهم، فبرميلهم ذره. خليتهم بقى بداوا ان هم يطلعوا ينقروا كده وياكلوا. فلقيت في سرير نظيف واوضه نظيفه فعليها طفل ملفوف بدبلان ابيض. والطفل ده جميل جميل جميل. فانا بقول لوالدتي، والدتي دي متوفيه، بقول لها شوفي يا امي انا شوف العيل ده انا هاخده واروح الشرطه عشان الشرطه تكتبه لي باسمي، عشان الناس عارفه انا ما بخلفش. يا عيني. فانا عايزه الشرطه تكتبه لي باسمي. ايوه. بس عشان هو كده نبي من الانبياء. يا ست ام احمد، انت جوزك موجود عايش؟ ايوه عايش موجود. ربنا يخليهولك. وانت بتروحي تتعالجي عند الدكاتره عشان تخليه لغايه دلوقتي؟ لا انا واخده ابن اختي بعالجه عند الدكاتره ومستنيه حمل فعلا منه. ايوه كملي يا ست ام احمد. طب خلص الحلم كده؟ لا لسه. طب كملي. لا ده ده نبي من الانبياء. فبقول طب هرضعه كيف؟ انا كبرت في السن ارضعه ازاي؟ انا مفيش في صدري لبن. قالت لي ان شاء الله اللبن هيجي والناس هتشوفه ماشي وهتشوف صدرك هو بيكبر. حسيت ان صدري كبر وفعلا اللبن بدا ينزل في الهدوم. شكرا يا ست ام احمد. هو وضحت الرؤيه خلاص. بص يا ست ام احمد، اولا يا جماعه بس علشان انا هقول جمله مش عايزه يعني مش عايزه، كل واحد حر في ارائه، ولكن كلنا عارفين ان السحر موجود والحسد موجود وذكره في القران الكريم. يا ست ام احمد، مع احترامي الشديد جدا للطب والعلماء، حضرتك اصلا ما بتخلفيش بسبب سحر وقف، انت مربوطه عن الخلفه وربنا ادالك اشاره، عشان كده انا سالتك انت لسه بتتعالجي ولا لا. ده جزء في الحلم. الجزء الثاني بقى
تفكيرك المستمر في الخلفة والإنجاب هو باقي سيناريو الحلم كله. الحلم كله سيناريو، مجرد بس إن حضرتك بتفكري في هذا الأمر، لكن أنا في إشارة قوية جدا بتقول إن حضرتك أصلا عندك سحر هو اللي منع الإنجاب. ربنا يعافيك إن شاء الله، ودايما قولي حسبنا الله ونعم الوكيل. قلنا عندنا 3 أيام أما نشوفهم في المنام، سبت واثنين وخميس، بيدلوا على البشرات السعيدة، وبيدلوا على الأخبار الكويسة، وبيدل على الزواج. لو اللي شافت الحلم بنوتة وحلمت بيوم الخميس فهو دليل على الخطبة والزواج. عندنا يوم الثلاث من الأيام اللي لما تشوفها في المنام أو تشوف حد بيكلمك يوم الثلاث، صاحب الرؤية لازم يحذر من الشخص اللي شايفه في الرؤية من ناحية، ومن الناحية التانية لازم يعني ياخد باله من تصرفاته، أو ياخد باله من الأخبار اللي ممكن توصل له، أو الوشايات، لأن يوم الثلاث دايما يوم بيدل على النكد والهم، ودايما بيدل على انك لو صاحبت جليس او قعدت مع حد في الرؤيه يوم ثلاث وبيقول لك كلام، تاكد ان انت بتتعرض لخديعه او بتتعرض لوشايه. تمام. عندنا يوم الاربع من الايام اللي بتدل على ان الشخص ده معطاء، الشخص معطاء، الشخص نفسه. لو انت حلمت يوم الاربع بانك رايح لفلان الفلاني وفلان ده انت تعلمه، يبقى الشخص ده بطبيعته ده شخص معطاء، ولو انت في مشكلة دي اشارة ليك انك تلجأ له. اما لو يوم الاربع جه وانت بتذكر اسم شخص، بتذكر اسم شخص وانت ما تعرفش الشخص ده، هتلاقي دايما الاسامي اللي بتيجي لك يوم الاربع بتيجي على انه يعني اسم بيدل على الخير. خد من تفسير الاسم، يعني خد من الاسم تفسير الرؤية. تمام. ناخد ست ام احمد من القاهرة. الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، ازيك؟ كويسة الحمد لله. لو سمحتي، أنا شفت نفسي إن أنا كأني يعني في غرفة أو في أوضة ومعايا بنوتة صغيرة. تمام. وبعدين لقيت نفسي إن أنا كأني في كرتين بفرغ منها حاجات وبشيلها، لأن الكرتين بدأت إيه يعني تدوب أو تتقطع. وبعدين بقول إيه إن الحاجات دي هاخدها معايا الشقة الجديدة، فبخزنها لغاية في الشقيت الجديده. فلقيت البنوته اللي معايا ديت كانها يعني في حاجه ايه عاملاها على كده، فبقول لها ايه اللي انت راميها كده؟ فانا بحسبه الحاجات اللي الصوت عندك بيقطع يا ست ام احمد، نص الكلام طاير. تمام. طب بصي، علشان ما تبقيش اللي قلتيه كله ضاع هباء، انت عندك بنوته شكلها حلو وانت كنت شايلاها، وبتقولي في الحلم ان انا هشيل الحاجات دي عشان اوديها شقتي الجديده، فالرمزين دول بيدلوا على ايام سعيده جايه ان شاء الله، والشقه الجديده انتقال من حال الى حال افضل باذن الله تعالى، فابشري بالخير يعني. تمام. خلصنا ايام الاسبوع، نروح بقى للمناسبات الكبرى، زي مثلا تشوف نفسك يوم عيد الفطر، او تشوف نفسك يوم عيد الاضحى، او تسمع في المنام تكبيرات العيد وحد يقول لك ده عيد. الحلمين دول، عيد الفطر او عيد الاضحى، الاعياد عموما بتدل على خير منقطع النظير، يعني خير انت مستنيه. اولا بتدل على خير انت مستنيه من فتره طويله جدا، لان احنا العيد بنشوفه من السنه للسنه. تمام. فده بيدل على حاجه انت مستنيها، على تحقيق امنيه انت منتظرها من فتره طويله. سماع تكبيرات العيد او سماع صوت التكبيرات او سماع صوت الجوامع بيدل على فرح، وبيدل على سعاده، وبيدل على ان انت الخير اللي انت مستنيه مش بس هيتحقق، ده هيتحقق وهتعيشه، يعني انت هتعيش الفرح ده وهتعيش السعاده دي، وهيكون ليها وقع كبير على حياتك وعلى ايامك، والله اعلم. تمام. خلصنا يعني ده بالنسبة لعيد الفطر معظمه يعني. أما بالنسبة لعيد الأضحى، وجود الأضاحي في المنام نصرة عظيمة لصاحب الحلم. الذبح عامة في المنام يا جماعة، الذبح الحلال، إنك تشوف نفسك بتذبح بقرة أو بتذبح يعني خروف أو بتذبح مثلا جدي أو كذا، الذبح في المنام انتصار عظيم وبشرى كبيرة لصاحب الحلم. الذبح، لو مثلا لو شفت نفسك بتذبح وزوجتك يعني مثلا على وش ولاده، فابشر بالولد. تمام. فالذبح عامه في الرؤيات، وكمان لما يكون مقترن في المنام بحلم برؤيه العيد، فيبقى انتصار عظيم ليك ان شاء الله. ناخد استاذه مها من اسوان. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله.
حضرتك انا على طول بحلم ان انا بقع كده من حاجه عاليه. تمام. على طول، لا على طول كده هو معايا، انا بحلم ان هي بقع من حاجه عاليه كده، واقعد اخبط مثلا وادخل تحت وادخل الفوايد كمان. بتدخلي فين؟ مثلا زي تحت الارض كده، في دنيا ظلمه كده مش شايفاهاش. ماشي يا استاذه، شكرا يا فندم. بصي يا استاذه مها، انت عندك تقصير فظيع في علاقتك مع ربنا، انت مقصره جدا، مقصره في الصلاه ومقصره في علاقتك مع ربنا. ربنا قال من حل عليه غضبي فقد هوى، وانت بتقعي وبتنزلي تحت الارض، عندك تقصير وعندك ذنب انت مصره عليه. لو الحلم ده اتكرر كذا مره وشفتيه، انت بتقولي انا بحلم دايما، ده معناه انه بيتكرر. تمام، انت مقصره في حق من حقوق الله وعندك ذنب انت مصره عليه، يعني انت عارفه ان هو ذنب وحضرتك مصر عليه. ربنا يعافينا ويعفو عنك ان شاء الله، والدنيا معاكي تبقى احسن الفتره اللي جايه، بس حاولي تصلحي علاقتك بربنا وتشوفي فروضك. تمام. طيب احنا عندنا بقى جزء كده هنتكلم فيه بعد ما خلصنا الايام والشهور، عندنا بعض الرسائل القصيره جدا اللي بنوجهها لكل برج بمناسبه السنه الجديده. يعني كل برج هنقول له سريعا كده حاجة بتخصه، نقول عليها مثلا توصيات أبراج 2021. عندنا الحمل هنقول له ربنا سخر لك الكون وسخر لك الدنيا في المرحلة اللي جاية، فلما الدنيا تدي لك كل ما عندها يا ريت انت كمان ما تنساش ان ربنا هو اللي ادالك ده، انتهز فرصك على قد ما تقدر وادي دايما حقوق ربنا عليك، لان الحمل السنة دي هيبقى جامد ان شاء الله. اخر حاجة عندنا برج الثور، هنقول له نفخ الله فيك من روحه وكرمك وهيحملك امانة، كون على قد الامانة وانتهز الفرصة وعيش سعيد على قد ما تقدر. ناخد ميادة من اسكندرية. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا استاذة عاملة ايه؟ الحمد لله. ميادة انت عندك كام سنة؟ عندي 22 سنة. طيب يا ميادة ماشي، ازيك؟ اتفضلي. بقولك الحمد لله، بقولك عندي بس حلمين صغيرين، ينفع افكرهم؟ طب قولي كده حلم بسرعة. بقولك حلمت بالله انا في مكان شبيه السجن. اتفضلي. السجن. تمام. وهو ملفوف بمرايات بيضة، بس هو شبيه للسجن، بس هو شكله حلو يعني، مش سجن سجن يعني. والمهم في واحد جالي بدقني كده، بدقني وبيقول لي، بقول له هو انا اطلع من السجن ده انت، وعمال اعيط. وقال لي ما ردش عليا، وقال لي لو عايزه تاكلي روحي روحي عندك الاكل في المطبخ. طيب ميادة معلش عفوا في السؤال، انت بتتعالجي من مرض معين او من حاجة معينة مطولة معاك شوية؟ لا بتعالج من امراض الحمد لله. طيب الحمد لله. قولي بقى الحاجة التانية. بس حلمت ان انا اصلا طوبة. تمام. حلمت ان انا كأني رايحة فرحي، بس كأني في خالي اسمه خالو مصطفى بيديني خاتم رجالي. بيديكي خاتم ايه؟ رجالي، خاتم رجالي. تمام. المهم فانا ما كنتش عايز اخده، عماله اقول له لا انا مش عايزاه وكده، ومكتوب اخده منه، بقول له انا عندي ختمان كتير. قال لي لا خديه خديه. واحد زوجته اسمها انتصار قالت لي يا ميادة خدي الخاتم من خالد مصطفى. تمام، خلص الحلم كده صح؟ ايوه خلص الحلم على كده. عايز ارجع بقى للحلم الاولاني، يعني حضرتك مش بتتعالجي من اي امراض الحمد لله. انا الحمد لله ما بتعالجش، بس انا عماله اعيط في المنام جامد، وعماله اقول له امتى هطلع من السجن ده. شكرا يا استاذه ميادة. طب بصي يا ميادة، اولا انا مش هفسر الحلم الاولاني، في رؤيات عدم تفسيرها بيبقى خير للرائي، عدم تفسير رؤية معينة بيبقى خير ان انا ما فسروش. الرؤية معلقة على رجل طائر، في رواية اخرى على جناح طائر، اذا هي اولت وقعت فاحنا مش عايزينها توقع، مش عايزينها تتفسر. طلعي صدقة وادعي ربنا دايما يحفظك ويديم عليك الصحة والامان، لكن مش هنفسره. الرؤية التانية بتاعت الخاتم الرجالي، انا معرفش انت اتخطبتي كم مرة، بس كل اللي اعرفه ان انت لو مخطوبة دلوقتي لاول مرة فالخطوبة دي مش هتتم، وهيجيلك عريس احسن منه. اما لو دي تاني خطوبة ليكي فيبقى ان شاء الله الجوازة هتتم. دي حاجة عايزة اقولها. الحاجة التالتة بقى اللي بتخص شخصيتك، الخاتم الرجالي. واضح يا استاذة ميادة ان انت يعني شوية صفاتك يعني انت قوية شوية،
بصرف النظر عن برنامج تغيير الاصوات بتاع الاطفال، انا افتكرتك طفله في الاول ماشي، بس الحلم الثاني بتاع الخاتم الرجالي بيقول ان حضرتك يعني هتكوني مسؤوله، مسؤوليه رجل في مكان معين، مسؤوله بقى عن بيت، مسؤوله عن حاجه، المهم ان انت اللي هتقودي المسؤوليه دي في فتره من حياتك. تمام، والله اعلم. يعني نرجع للابراج، نروح بقى ثالث حاجه برج الجوزاء. هنقول له ان عندك السنه دي شويه توتر بسيط، لكن هتلاقي مكافآت، بس على عكس المنتظر، هتكون منتظر مكافآت كبيره جدا. ما تسيبش نفسك للاحلام والوهم، لان مكافئتك هتكون على قد عملك الحقيقي وليس على قد الكلام اللي انت بتقوله، مع ان الجوزاء من الابراج النشطه جدا، لكن هما بيتكلموا اكتر ما بيعملوا. برج السرطان هنقول له لديك بصمه مختلفه السنه دي وفريده عن كل الناس، اكتشف بصمتك وحطها في مكانها المناسب، يعني ما تضيعش مجهودك هباء، دور جوه نفسك على اكتر حاجه بتميزك واستثمرها صح. برج العذراء هنقول له عندك نقله في حياتك، ولكن اكتشف النقله دي بنفسك، عندك فرص ما تضيعهاش، ولكن ما تستناش حد يساعدك، هتكون انت المساعد لنفسك، وهتكون انت اللي بتساعد الناس السنه دي على عكس السنه اللي فاتت يا عذراء. برج الميزان من الابراج الصاروخيه زي ما قلنا كده الحلقه اللي فاتت، بس هنقول له يا ميزان بطل التردد اللي انت فيه، واستعين بالله، وخد الاشياء يعني كده يفوز بالملذات كل مغامر، عشان عندك مغامرات كتير ومكاسب كتير السنه دي ان شاء الله، فمبارك عليك، بس عايز شويه شجاعه. برج العقرب اول الصاروخ بنقول له يا برج العقرب ركز على اهدافك الجديده، وركز على شغلك الجديد، وبطل تفكر في أهداف الناس التانيين، أو تبطل تفكر في الفرعيات، لأن عندك أساسيات مهمة جدا محتاجة كل طاقتك. برج القوس بنقول له خد من خبرات الماضي، وبلاش تنغمس في العثرات اللي جاية، وعندك انشغال بالمستقبل لأنك بتخطط، عندك خطط كتيرة جدا الأيام اللي جاية، ما تقلقش بشأنها لأنها هتتحقق، عندك فلوس كتير إن شاء الله، فمن فضلك اوعى تنسى صحابك، لأن عندك مرحلة نسيان على آخر السنة للناس القريبين. الجدي سريعا، ربنا هو سندك في الدنيا، توكل على الله وما تستناش حاجة من حد. وبرج الدلو عندك نقاط قوة استغلها كويس. وهنختم بالحوت، والحوت لا بيفوت ولا بيموت، الحوت قوي لكن محتاج شوية يعني شوية ثقة بالنفس أكتر. اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بيدك الدهر وأنت الدهر، موزع أرزاقنا، بيدك أعمارنا، بيدك قلوبنا، ألف قلوبنا، واصرف عنا كل شر، وانصرنا على من عادانا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم فرج هم المهمومين وهمومنا، وسدد دين المديونين وديوننا، وانصرنا على من عادانا، وارزقنا الفرح والأمان، وارزقنا ما نتمنى جميعا يا رب العالمين. استناكم الحلقة الجاية إن شاء الله، انتظروني في حلقة جديدة من حلمك علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.